بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز الحاضر هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. شوطنا السادس، الشوط السادس خصص ما شاء الله للجعدان، أصحاب السمو الشيوخ اللي تتنافس على الناموس، تتنافس على الناموس وبوابة الناموس. دائما 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 مرحب لهذه الشعارات، دائما اذهب الى المركز الاول، اللي في المركز الاول هناك. من الجانب الثاني بنقول الغزال اللي في اول مراكز، مشيخ احمد بن محمد براز مكتوم، خرب مضر مع الوان شاهين، ثالثا ينتقل بدوره الى اول مراكز، عفوا ثانيا ينتقل الى اول مراكز. المركز الثالث ايضا شاهين من هجن ند الشبع، سالم بن سعيد المكلف لمطر بن سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الخامس هملول سعيد بن علي بن واس، سادس المراكز راحيل علي بن عبد الله بن علي بن واس. وفي المركز السابع شعار بن مسعود، هنا المختبر لسهيل بن راشد بن سلطان مسعود الكتبي. وفي المركز الثامن مع بن حلوة من يقدم المفتي أحمد بن سعيد بن عبد بن حلوة. وتاسع المراكز الطليلي خليفة بن محمد بن حيد. وفي المركز العاشر ما شاء الله هنا رعبوب لخسيل بن خليفة الحميري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، المراكز دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي يقدمه هناك الغزال. الله 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 الله، يعني أداء ناموسي ما شاء الله، أداء ناموس. بينما المختبر اللي في اختباره ما قبل الختام، ايات وتعود ملكيته لسيد سهيل بن راشد بن سلطان بن مسعود الكتبي، من يقدم المختبر على المركز الثاني. بينما اللي في المركز الثالث هناك المفتي احمد بن سعيد بن علي بن حلوه. المركز الرابع والخامس شاهين، وشاهين لهجن نادي شباب سالم بن سعيد. شاهين على المركز السادس سالم بن حمد بن سعيد بهلي. وصل الطليلي خليفة بن محمد بن حيد. رعبوب هناك من الجانب الثاني، رعبوب سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري، يجاوز ما شاء الله من مركز إلى مركز ويبحث عن المركز الأول. يا سلام، نكتفي بهذا القدر وبهذا الاستماع من النداء هنا معنا في عربة النقل. الغزال لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، مع خلف بن مطر بن علوان من يقدم الغزال، ولكن رعبوب اللي بدأ يتدخل، اللي بدأ يجاوز هناك، اللي على صدارة الشوط لسهيل بن خليفة بن عبيد الحميري. سلام، النقلة على شاهين لهجن الذي شبه سالم بن سعيد. وصل شاهين لسالم محمد بن سالم محمد بن سعيد بالهلي. وفي المركز الخامس اللي غير طليلي على رابع المراكز، وهناك خليفة بن محمد بن حيد. هكذا مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز. يا سلام يا شاهين، والله له عوايد على المركز الأول، له عوايد على المركز الأول بالهلي، له عوايد مع شاهين على مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سالم يا ابن محمد يا بالهلي على هذا الأداء اللي قدمه شاهين، والعوير هي الأحق لهذا السلام، بقول سلام عليكم يا أهل العوير، واسعد الله صباحكم كافة وين ما يسكن. سالم بن محمد بن سعيد بن هلي من أسرة فوزه بالمركز الأول. ها هي الحظة الصورة إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني رعبوب سهيل بن خليفة، المركز الثالث حميري اسمه، المركز الثالث شاهين لهجن ند الشبع، المركز الرابع مطر بن سعيد بن حلوة طريلي، سادسا خليفة بن حمد بن قحيد. 4 دقائق التوقيت الزمني، 37 ثانية، وتحطم التوقيت ما شاء الله تحت أقدام شاهين. تهانينا والناموس.